جزاكم الله خيرا، ما حكم من حلف بشيء بألا يفعله ثم فعله؟ هل يجوز التفريق بين ذلك في الكفارة؟ جزاكم الله خيرا. إذا حلف أن لا يفعل شيئا ثم فعله، أو حلف أن يفعل شيئا ثم لم يفعله، فإنه تجب عليه الكفارة لأنه حلف في يمينه. والكفارة كما بينها الله سبحانه وتعالى هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، هذه كفارة اليمين.